أشكر مديرية النشاط الاجتماعي لهذا النشاط الذي يتناسب مع اليوم العالمي للأشخاص ذات الاحتياجات الخاصة، لأنه نشاط يستجيب تماما لحاجياتهم. كيف ذلك؟ بالطبع لا يمكن أن أتكلم عن ما تخرج به هذه المبادرة التي ستقوم بها المجلس الشعبي الولائي، لكن الفكرة العامة هذه هي. يجب أن نصل إلى فكرة واحدة، أن يجب على الدولة أن تعتني، أن تأخذ هذا الموضوع، هذا الملف بصفة جيدة، بصفة عميقة. رانا اليوم نحتفلوا بمناسبة عزيزة علينا كامل، وهي الاحتفال بعيد العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة المصادف ل 3 ديسمبر من كل سنة. إذا الدولة الجزائرية راهي حريصة كل الحرص على تقديم كل الدعم، كل المساعدة لهذه الفئات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الفئة تملك إرادة واستطاعت أن تثبت وجودها في المجتمع. يعطيكم الصحة pour l'accueil hier. Je vous remercie. Nous fêtons aujourd'hui, on célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'enfant handicapé avec tous les centres. شكرا للديريكتور دو لا ميزون دو كولتور رست قبلن على دايينير ايغالمون الوالي اي لا ديريكتريس دو لا ميزون دو لاداس.